السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. في المقطع هذا حشرح لكم التحديات الصوتية السرية لشلون. عندنا اليوم الجزء الثاني، انا سويت قبل كده الجزء الاول ونزلته في قناتي، احط لكم الرابط اسفل الفيديو. اليوم معانا الجزء الثاني. طيب خلينا نبدأ. عندنا الموقع الاول حيكون في هذا المكان، شايفين؟ انني اعلن رسميا اكتمال شفائي الجسدي. انا منهكة لكن لدي مهمة وذلك ما احتاجه. طيب الموقع الثاني حيكون هنا، لحظة، فين؟ في هذا المكان. لقد قاطع جيش صغير من المستكشفين تحقيقاتي في الجهاز، يمكن أن أستغلهم لصالحي. تواصلت كخبيرة محتملة لهم، إذا أقنعتهم بالتنقيب في الموقع يمكنني تشغيل الجهاز. طيب الموقع الثالث حيكون في هذا المكان، لاحظوا، في هذا المكان. مو ضروري تسووه بالترتيب اللي انا سويته، اذا انتم ما سويتوه بالترتيب عادي، لكن انا سويته بالترتيب على حسب الصوتيات اللي بتجينا. النقوش ادلتي الوحيده للاستخدام المقصود من الجهاز، هذا ليس كافيا بعد. يواصل المستكشفون التنقيب، كيف لي ان اشغل هذا الشيء؟ طيب هذه كانت تحديات شلون السريه الجزء الثاني. إذا نزل معنا الجزء الثالث إن شاء الله حنزله في قناتي. كده وصلنا لنهاية مقطعنا. أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل مقطع آخر، وفي أمان الله.